قال محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة إن سفينة طبية فرنسية وصلت إلى ميناء العريش البحري مساء الاثنين. أضاف المحافظ خلال تفقد السفينة أن سفينة داسكمود من فئة المسترال، وهي عبارة عن مستشفى عائمة بطاقة 40 سرير و25 سرير داخلي و15 سرير عناية متوسطة وخمسة أسرة عناية للأطفال وعدد 2 غرفة عمليات مجهزة و20 طبيبا فرنسيا. أشار المحافظ إلى أن السفينة الفرنسية استقبلت 9 من الجرحى الفلسطينيين لتلقي العلاج وإجراء الجراحات، مثمنا الدور الفرنسي في هذا الشأن.